لو الحكاية فيها إن فيتو. كابتن آدم بوريدا هو رئيس اتحاد لأنه ما حدش ترشح قدامه أساسا. في نفس الوقت هو عنده علاقات كويسة في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي ودي مساعدة، ولكن برضو أنا كنت أفضل أن العناصر اللي تيجي معاه تتغير عن اللي كانت موجودة قبل كده، تبقى فيها لصالح الكرة المصرية، مش مجرد أن أنا بنجحهم أو هم ينجحوني. زائد أن أنا بقول أن هو المفروض يرفع إيديه عن المنتخب مصر خالص. المهمة دي ممكن يقوم بيها واحد زي حازم إمام، لكن هو كرئيس نادي كرئيس اتحاد ويبقى مسؤول عن المنتخب دينا. حتى قلتها في الإذاعة ان حازم امام للحتة دي محتاجة واحد قريب من اللعيب وسلس، وبعدين بيحترموه احترامهم متوفرة كلام ده. هو طبعا نفس الشيء بالنسبة لهنا بوريدا، راجل سلوكيا كويس وعلاقات ممتازة جدا، لكن هو هنا رئيس اتحاد. ممكن حد يقول مثلا باشمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي في نفس الوقت هو اللي بيشرف على فريق؟ لا مش صح. انا قلتها، انا قصدي رد على كلام حضرتك. لا لا لا, لا. كلام مش صح. رئيس اتحاد اهم حاجة يفضل مشاكل اتحاد الكرة. اتحاد الكرة مليان مشاكل ومحتاج قلبان، يعني لازم اتحاد يجي من يتقلب مرة واحدة كده، ان الحاجات اللي فيه موجودة بقالها 30 سنة لازم تغير. الكومبينات والحاجات اللي موجودة لازم تتغير. الناس اللي هي بتعمل نفسها واعلام وجرائد لازم تتغير. الناس اللي بتتكلم عن نفسها اكتر من لازم لازم تتغير. اتحاد الكرة هيكون هو اساس السنة دي، يا اما الكرة المصرية هتبقى تبدأ تشوق طريقها زي زمان الاول، او اعتقد هيبقى زي الفترات اللي فاتت. بالنسبة للمهندس خالد، انا هقولها بصراحة، هو راجل مؤدب قوي وبيراضي الناس كلها، وده مش مطلوب. لا، لازم في حاجات محتاجة وقفة، في حاجات مش محتاجة استشارة فلان او لا. النظام بتاع الرياضة في مصر محتاج تغيير، ومحتاج ايد قوية، ومحتاج ان في الناس اللي عمالة تخش في ده شمال وفي ده يمين برضو لازم تتحجم، ومحتاج العلاقات بين الاهلي والزمالك لازم ترجع بطريقة او باخرى، ومحتاج ان التواجد الجماهيري يكون موجود دلوقتي وجزء بالنسبة له مهم جدا في اقناع الناس بالحتة دي. لكن ان انا بحاول يعني فلان ده زعلان مش عايز زعل حد، لا معلش تعالوا تصالحوا مع بعض، لا ما كلامنا ما ينفعش. وزير يبقى فيه قبضة حديدية برضه في الظروف، مش كل الظروف، لكن في الظروف المطلوب فيها وقفة. انا وزير في النهاية اعلى رتبة رياضية، يبقى اقدر اتصرف بما يرضيني انا وعن قناعة، وفي نفس الوقت بالتالي يرضي كل الناس وليس مجموعة معينة انا يعني بحاول ارضيها. اذا هو الراجل، انا مش عايز اقول ان هو راجل يعني غير انه مجامل، هو مجامل شوية، خليني خليها من الاخر مجامل. هو مجامل بس كده. عايز اسالك بقى في شوية حاجات، طولنا شوية كتير خلاص يا جماعة، عايز اسال اسئلة. قولي واحد بس، واحد سؤال واحد بس. هم ثلاث اسئلة. طب قولي واحد.